لو الحكاية فيها إن فيجو بالمراكب لوحدها كل الناس اللي عايز يكتب يكتب والأطوار كلها تتكامل تبقى في النيل. حاجة مش موجودة، مش هتلاقي أي محافظة تعمل حاجة زي كده. ثم بعد كده نيجي يبقى في اللقاء الكبير أو يعني الحجز الكبير هيبقى موجود في ميدان المحطة هنا أو ميدان الكورنيش هنا اللي هو بتاع الكورنيش. أنا عايز كل واحد يقول رأيه إيه، كل واحد يقول فكره اللي عنده حاجة عايز يعملها، حاجة كويسة لأسوان. إحنا عايزين نظهر يبقى الناس يعني ما يبقاش تم الحجز الناس من الميادين والكلام ده كله، لا. طبعًا المراكز كلها بالكامل كل واحد هيشتغل في مركزه، وده رؤساء المدن كلهم بالكامل وأنا هعمل.